في حفل تاريخي مهيب تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. محادثات مبدئية في جدة بين طرفي الأزمة السودانية لبحث وقف إطلاق النار وإقامة ممرات إنسانية. أوكرانيا تقول إنها للمرة الأولى أسقطت صاروخا روسيا تفوق سرعته سرعة الصوت. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة ويستمينستر في لندن. كان رئيس مجلس الوزراء قد شارك في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث بالأمس بقصر باكنغهام لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج. وعلى هامش المشاركة في حفل الاستقبال التقى مدبولي عددا من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج، حيث تطرق الحديث إلى تطورات الوضع في السودان الشقيق. وشرح رئيس مجلس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة، مستعرضا جهود مصر في استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود.
وتتواصل مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك وسط حضور آلاف من المواطنين وكبار قادة العالم. وجاء تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد ذي 74 عاما خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر من العام الماضي عن عمر ناهز 96 عاما. وبذلك يصبح الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا اللذان يتوجان هناك رقم 40 منذ عام 1066. مشاهد طريفة وكاشفة تضمنتها مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اقتنصتها كاميرا المصورين التي قد وصفت المشهد بشكل بانورامي ستخلده ذاكرة التاريخ. أجواء احتفالية تعم دول التاج البريطاني ولا سيما العاصمة لندن، والتي تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. إلا أن الوضع يختلف لدى البعض، فقد انطلقت تظاهرات تزعمتها حركة جمهورية والتي تنادي بالتحول للجمهورية وتمركزت في ميدان ترافلغار تحت شعار ليس ملكي. كما ظهرت دعوات مناهضة لمراسم التتويج لأكثر من سبب، منها الاقتصادي ومنها الرغبة في التملص من التبعية البريطانية، حيث ألمحت بعض الدول الكومنولث إلى رغبتها في المضي قدما نحو التحول للجمهورية. عقود طويلة مرت منذ آخر تتويج ملكي بريطاني،
حين توجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في يونيو 1953، أي منذ نحو 7 عقود. تغيرت خلالها أفكار وتشكلت مبادئ جديدة، ومر العالم بالعديد من المحن، ولا سيما في السنوات الأخيرة من أوبئة وحروب وأزمات اقتصادية، مما أسهم في افتقاد الكثيرين لمزاجهم الاحتفالي. ووسط كل تلك المتناقضات تأتي مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا تناوئها العديد من التيارات. فها هم المعارضون الجمهوريون الذين يطالبون برئيس دولة منتخب، وضعوا خطة للاحتجاج في يوم التتويج مع شعارات تقول ليس ملكي. وألقت الشرطة بدورها القبض على جراهام سميث رئيس حركة جمهورية عشية حفل التتويج، حسب ما صرح أحد أعضاء الحركة. من ناحية أخرى، واجهت مظاهر التتويج معارضة نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تمر به بريطانيا، حيث كلفت البلاد أكثر من 145 مليون دولار أمريكي، فيما تقول الحكومة إن الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن ينعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن. ويأمل القادة السياسيون في أن تظهر مراسم التتويج بريطانيا في أفضل أحوالها، وتعمل بطريقة ما على إصلاح موقعها الدولي الذي تضرر بخروجها من الاتحاد الأوروبي. كما تصطدم الاحتفالات بمزاج شاب ظهر حديثا في أوساط الأشخاص الأصغر سنا الذين يقابلون مراسم التتويج بفطور ملحوظ واستغراب لمراسم يرونها غير مواكبة للزمن ولا للظروف. وعلى صعيد عالمي، ظهرت دعوات من بعض الدول بضرورة تقديم تشارلز لاعتذار عن ضلوع أسلافه في الاستعمار وتجارة الرقيق ونهب الأوطان. God save the king! God save the king!
قال المنسق العام للحوار الوطني ديار رشوان إن جلسات الحوار المقبلة ستنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام، مضيفا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان التفاصيل ومواعيد الجلسات. وأوضح رشوان أن جلسات الحوار الوطني ستشهد تواجد كل وسائل الإعلام التي ترغب في متابعة الحوار، وسيكون هناك نقل إعلامي له على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل والصحافة المطبوعة وخلافه. أعربت مصر عن بالغ تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين والمفقودين. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن مصر مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا المصاب الأليم. عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري. يأتي ذلك قبل يوم من عقد دورتين غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، على أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية، بينما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان. أعلن الجيش السوداني أن قواته نجحت في السيطرة على منطقة الفشقة، وقال الجيش في بيان أن الباب ما زال مفتوحا لقوات التدخل السريع لترك السلاح والانضمام للجيش، مستفيدين من قرار العفو عمن يترك السلاح. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاشتباكات ما زالت محتدمة في الخرطوم، على الرغم من موافقة الطرفين على إرسال وفد إلى السعودية السبت لإجراء محادثات حول هدنة جديدة. هذا وتستضيف مدينة جدة السعودية اليوم اجتماعا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات أولية جاءت بدعوة من السعودية والولايات المتحدة. ودعت الرياض واشنطن في بيان الجانبين السودانيين للانخراط الجاد في المحادثات، وذلك من أجل وقف إطلاق النار. في خطوة يتمنى السودانيون أن تسهم في تهدئة الوضع وإعادة الهدوء والاستقرار إلى بلد أنهكه الصراع، يجتمع طرف الأزمة السودانية في مدينة جدة لإجراء محادثات مبدئية هي الأولى من نوعها. الجيش السوداني أكد أن وفده سيبحث التفاصيل الخاصة بالهدنة بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للمواطنين. المحادثات التي تأتي بعد دعوة سعودية أمريكية جاءت في وقت يضغط فيه الوسطاء الدوليون من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع الآلاف للفرار إلى الخارج. ومن جهتهما رحبت الرياض وواشنطن في بيان مشترك ببدء المحادثات الأولية، وحثت الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات من أجل وقف إطلاق النار واستشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، بجانب التأكيد على إنهاء الصراع تجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. وفي الداخل السوداني رحب تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني بالخطوة التي تسعى لإنهاء القتال الذي أصاب السودان بالشلل وعرض الانتقال السياسي في البلاد للخطر بعد سنوات من الاضطرابات. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا في 11 من مايو الجاري لمناقشة تأثير المواجهات التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي على حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس أن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، حيث حظي بتأييد 52 دولة حتى الآن، وقد تنضم إليها دول أخرى بحلول الأسبوع المقبل. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوا إلى بورت السودان قادمة من دبي، وسيتم توصيلها إلى 13 منشأة صحية. وتعد الشحنة التي تزن 30 طنا وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة هي الأولى التي تصل إلى السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف شهر أبريل الماضي، لكن التوزيع سيتوقف على الأمن وتصريح الدخول حسب ما قالت منظمة الصحة العالمية. قال برنامج الأغذية العالمي أنه يخشى من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة. ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين 2 مليون و 2.5 مليون شخص. تتواصل قوافل الفارين السودانيين من الصراع المحتدم في البلاد إلى مصر. يوقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب دائما. مع ضبابية المشهد وارتفاع أدخنة الحرب يوقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب الدائمان، فهي باب لا يوصد أبدا في وجه الأشقاء. فإلى الحدود المصرية تتواصل قوافل الفارين السودانيين من الصراع المحتدم هناك، وبعد رحلة طويلة يلتقطون أنفاسهم أخيرا في بلدهم الثاني مصر. الطريق كان صعب شديد بس الحمد لله، وواجهتنا يعني عوارض كثيرة، بس يعني ربنا شافنا وربنا ستر علينا، وإحنا يعني اتخرجنا عشان دخلوا علينا في البيت ورهبونا وسرقوا حاجاتنا كلها، وما فضل لنا حاجة هناك. ما الحرب حرب بشعة عموما يعني، ولا نحنا أنا يعني كطبيب المستشفيات كثيرة جدا طلعت من الخدمة، مستشفيات قليلة، وفي مستشفيات تم إلى إخلاء وإلى المرضى منا، وفي مستشفيات تم احتلالها يعني. بعد الرحلة الشاقة يجد السودانيون كل ترحاب وتيسير للإجراءات من معبر أرقين حتى الوصول لموقف باصات كركر الدولي في أسوان. تماشيا مع جهود الدولة في دخول أو مساعدة الأسر النازحة، احنا هنا في قرى وادي كركر طبعا بحيث ان احنا نعتبر الجهة الاولى او المكان الاول اللي بنستقبل فيه اخواننا السودانيين القادمين بالباصات من منفذ أرجين الحدودي الى موقف قرى وادي كركر الدولي للسودان. احنا هنا بنحاول باذن الله ان احنا نقدم لهم اكتر او اقل شيء ممكن للمساعدات، مثلا من حيث عدد الغرف البيوت، يعني احنا مثلا حوالي 3-4 بيوت بنجهزها احنا جمعية تنمية المجتمع هنا في قرى وادي كركر لاستضافة بعض الاسر اللي محتاجة تعمل ريست او تعمل راحة في قرى وادي كركر. الظروف التي حصلت لنا في السودان اجبرتنا على الخروج للتوجه الى البلد الامنة مصر، حيث وجدنا الاستقبال ووجدنا الكرم، كل الأخوان كل المواطنين المصريين استقبلوك بفرحية، وحقيقة يعني الواحد يعني حس بأنه هو في أمان شديد داخل مصر. منازل للإقامة ورعاية طبية وإتاحة لكل المتطلبات هو تأكيد على الترحيب بالإخوة السودانيين في مصر على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم تذليل كافة العقبات وتقديم كل الخدمات المتاحة. إخواننا السودانيين معاهم عشرة زمان وأكل وشرب معاهم وعيشة من زمان، وناسنا وأهلنا، وإحنا مستعدين أي خدمات لهم. والرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل قام لهم بيهم بجميع الواجبات ومستعد لهم في اي خدمات واي طلبات، ولان احنا عشره من زمان مصر والسودان دي بلد واحده. قلوبنا مفتوحه قبل بيوتنا اليوم، فكرم ربنا الاستجابه من اول يوم في الازمه
بيوت كركر الثمان قرى اتفتحت لأشقائنا السودانيين، أشقائنا في الدم، أشقائنا في العروبة، أشقائنا في الأرض. مصر والسودان دولتان لوطن واحد هو شعب النيل، أخوة على مر الزمان ويدا بيد في مواجهة كافة المحن والصعوبات التي واجهت البلدين. عبر عدد من الفارين من الصراع في السودان عن معاناتهم جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، وأعرب الفارون عن قلقهم على أهليهم وذويهم الذين ما زالوا موجودين في السودان. الواحد نفسيا ما بكون مرتاح، خدماتك الشخصية بطالك، ما تقدر تاخد حريتك، يعني نحن قاعدين هنا خلينا نكون ميتين في الخرطوم والله. الآن نحن يعني شايفين الحاصل، يعني المأساة بتاعت التقدس، وبعدين يعني ما في شيء بيروح، إن في يعني ناس قاعد تقدم حل الإشكالية اللي بيواجهونا الجميع العالمي. وكان في ضرب حنا وجنبنا بالمنطقة، يعني في رصاص وقذائف وهيك، فقررنا انه نطلع على بور السودان على امل انه يصير اجلاء. كنت تعبانه شديده، خرطوم منتهيه، الله يكون في عون اهلنا، بس الحمد لله خرطوم وضعها صعب شديد والله. حركنا من الخرطوم الى مدني، بعد مدني قعدنا فيها فتره بس اساس نحصل طريق وصلنا اما على مصر او بور السودان. كانت المواصلات شبه معدومه لانه اول شيء ما كان في الطريق ما كان امن، بالإضافة إلى كان عدم وجود البنزين والجاز، هذا صعب من المهمة الحصول على أي مواصلات باتجاه المخارج للسودان. استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم طول كرم في شمال غرب الضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول الشهيدين إلى إحدى المستشفيات الحكومية وهما يبلغان من العمر 22 عاما عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية. دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تدخل دولي عاجل بسبب انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، وأكد السوداني عزم حكومته على الذهاب لتحلية مياه البحر. وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، أكد أن الحكومة وضعت الملف المائي من أولوياتها واتخذت كثير من السياسات. كان لابد من الوقوف على المشاكل مع دول المنبع، لذلك كانت لقاءاتهم مع الدول تؤكد ضرورة إعطاء كامل الحصة المائية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، ويرافقه وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي،
حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة وتهدد المقومات الأساسية للدول في حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة. وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب. كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الإنسانية ويتيح له المضي قدما في مسار الاستقرار والتنمية. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا الولايات المتحدة والغرب بدعم الإرهاب. جاء ذلك بعد إصابة الكاتب القومي الروسي زاخار بيريبلين المؤيد للسياسات الروسية بجروح في انفجار سيارة، ما أسفر عن مقتل شخص آخر. قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان بحسب المعلومات الأولية إن الانفجار وقع في منطقة نيجني نوفغورود. أعلنت أوكرانيا إسقاطها للمرة الأولى صاروخا روسيا تفوق سرعته سرعة الصوت أثناء موجة من الهجمات الروسية. وقال سلاح الجو الأوكراني إن الصاروخ كينزال أسقط بنظام باتريوت للدفاع الجوي في سماء كييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة التقدم غربي مدينة باخموت الأوكرانية. وذكرت الدفاع الروسي أنها دمرت أحد الجسور في المدينة والذي استخدمته القوات الأوكرانية لتوريد الزخيرة والاحتياطات إلى المدينة. أزمات عالمية وتطورات في كل مكان، وتظل الأزمة الأوكرانية الروسية وتطوراتها التي لا تهدأ خبرا رئيسيا في كل الأوقات. ومع اقتراب موعد الاحتفال بعيد النصر في روسيا، تتزايد التوقعات بتوسيع روسيا هجماتها في محاولة للسيطرة على مناطق أكثر، فيما يستعد الروس لصد أي محاولات أوكرانية لتخريب الاحتفال وتنفيذ هجوم مضاد. ففي أحدث تطور للأزمة على الأرض، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أحد الجسور الهامة في مدينة باخموت الذي كانت تستخدمه كييف لتوريد الذخيرة والاحتياطات إلى المدينة في محاولة لقطع خط الإمدادات عنها. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها نجحت في القضاء على 360 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، كما أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في سماء خيرسون. وتأتي تلك التطورات في وقت أعلنت فيه قوات موالية لروسيا أنها يفصلها كيلومتران ونصف الكيلومتر فقط للسيطرة على باخموت بالكامل. وعلى الجانب الآخر، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن جيش بلادها يعتبر أن الضربات الأخيرة التي شنتها روسيا ضد أهداف عديدة داخل أوكرانيا لها مهمة استطلاعية في الأساس
لافتة إلى أن الجيش الروسي يعمل وفقا لقدراته ولم يقدم أي تغيير في تكتيكاته العسكرية. ومن جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت 10 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية في محاولة لوقف تقدمها. أعلنت روسيا عن تمكنها من تدمير أكثر من 170 هدفاً في اتجاه كراسنو ليمانسكي بالقرب من دونتسك. وقال الجيش الروسي إنه خلال تبادل القصف المدفعي مع القوات الأوكرانية تمكنت المدفعية الروسية من تدمير حوالي 20 موقعاً للمدفعية الأوكرانية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية. تعتزم ألمانيا والدنمارك نقل 80 دبابة من طراز لوبارد 1 إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام أوكرانية. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لايد بولسون إن الجزء الذي سيتم تسليمه في الدفعة الأولى سيكون كبيرا، مشيرا إلى أن جميع الدبابات المنقولة ستكون جاهزة للاستخدام من قبل القوات الأوكرانية بحلول الأول من شهر يونيو المقبل. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزارة الطاقة الأمريكية هي الطرف الأساسي المشرف على تنظيم العمل البيولوجي العسكري في مختلف مناطق العالم بما فيها أوكرانيا. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية الروسية إن التعاون الوثيق بين وزارتي الطاقة والدفاع الأمريكيتين يرأسه ستيفن أشبي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس شركة باتل. وأضاف كريلوف أن مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني عمل كوسيط بين وزارة الطاقة الأمريكية ومنظمات الأبحاث الأوكرانية، موضحا أن توزيع الأموال من خلال نظام المنح كلف به مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني والمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا، وهو أيضا يتبع وزارة الطاقة الأمريكية. أعلن ممثل بولندا الدائم في الاتحاد الأوروبي أندريا سادوتشا أن بولندا سوف تطالب بفرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. وقال سادوتش إن بولندا تعتبر واردات السلع الزراعية الروسية للاتحاد الأوروبي تحت ذريعة الأمن الغذائي غير مقبول، وستطالب بفرض عقوبات على هذه الواردات. حتى الآن امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التهديدات المحتملة للسلسلة الغذائية العالمية. يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الكونغرس يوم الثلاثاء في محاولة إقناعهم برفع سقف الدين العام وتفادي التخلف عن السداد. وكان بايدن قد اتهم سابقا خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد رهينة برفضهم الموافقة على رفع سقف الدين العام، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال. تكبدت أسعار النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعدما سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي قبيل قرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبرى، وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط. خلال الأسبوع الماضي سجل خام برنت تراجعا بحوالي 5.3%، بينما هوى خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 7.1%، وذلك على الرغم من انتعاشهما في جلسة يوم الجمعة. انخفض خام القياس على مدى 3 أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر. وفي تداولات الجمعة أغلق خام برنت مرتفعا 2.80 دولارا أي 3.9% عند 75 دولارا و30 سنتا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس $2.78 أي 4.1% ليبلغ 71.34 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما تراجع على مدى 4 أيام لأدنى مستوياته منذ أواخر عام 2021.
تراجع إنتاج الصين من المنتجات الإلكترونية الرئيسية حتى الآن في العام الجاري رغم انتعاش الاقتصاد الكلي، وانخفض إنتاج أشباه الموصلات 15% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. كما انخفض إنتاج الهواتف الذكية 13.8% في نفس الفترة، إذ كافحت العلامات التجارية المحلية للتخلص من ضائقة المبيعات التي أثرت في الهواتف الذكية لأكثر من عام. احتشد آلاف الأشخاص ضد إنشاء قاعدة غواصات تعمل بالطاقة النووية في المستقبل في بورت كامبلا بشرق أستراليا في إطار اتفاق دفاع بقيمة 244.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة وبريطانيا. صار محتجون يحملون لافتات وأعلام نقابية في الشارع الرئيسي للتعبير عن معارضتهم لقاعدة في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 شخص على بعد 102 كيلومتر جنوبي سيدني. أعلن الجيش الأمريكي عن تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في منطقة زراعية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال مهمة تدريبية. وقال سلاح الجو الأمريكي إن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، مضيفا أن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى. أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحدود مع المكسيك لن تصبح مفتوحة اعتبارا من 11 من شهر مايو الجاري، عندما يتم رفع قيود فرضت خلال ولاية سلفه دونالد ترامب خلال زيارة إلى بلدة براونزفيل الحدودية في ولاية تكساس. قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إليخاندرو مايوركاس إن السلطات تعمل على اتخاذ إجراءات لتفادي تدفق المهاجرين عبر الحدود، حيث ينتهي العمل بتدبير المعروف باسم المادة 42 اعتبارا من يوم الخميس المقبل، مضيفا أن السلطات الأمريكية ستعتمد مسارات قانونية لأولئك المؤهلين الدخول البلاد، لكنها ستتشدد في التعامل مع آخرين يصلون الحدود الجنوبية بشكل غير نظامي. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة بالجمهورية، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي واستخدام أحدث أنظمة الري والميكنة الزراعية في نطاق المشروع. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة التنفيذ المحكم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، ما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بوجه عام يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد. حصلت مصر على المرتبة 24 عالميا من بين 233 دولة في مؤشر هيئة سيماجو للنشر العلمي لعام 2022.
وتقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 الذي احتلت فيه المرتبة 26 عالميا، في حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية. هذا وحققت مصر المرتبة الأولى إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، بينما تأتي نيجيريا في المرتبة الثالثة. انطلقت اليوم والسبت بمدارس البحر الأحمر امتحانات آخر العام بسنوات النقل الصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي. وقال وكيل مديرية التعليم بالبحر الأحمر مصطفى عبدو إن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أي شكاوى على مدار اليوم في امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، وأشار إلى أن نسب الحضور اليوم تراوحت ما بين 97% إلى 99% بمدن المحافظة، وأضاف إلى أنه تم تفقد عدد من لجان مدارس الغردقة لمتابعة سير الامتحانات دون ورود شكاوى، حيث تعمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير عملية الامتحانات والعمل على حلها فورا. لم نتلقى أي شكوى حتى الآن في غرفة العمليات. النهاردة في سنوات النقل الرابعة وخمسة ابتدائي وأولى وتانية إعدادي وأولى ثانوي، والحمد لله بتتراوح نسب الحضور ما بين 97% و99%، وتم المرور على مدارس مختلفة والحمد لله الأمور ماشية تمام. وطبعا طبقا لتعليمات معالي الوزير احنا بنسهل كل شيء لأولادنا، لأن هم في الأول والآخر مسؤوليتنا، فبالتالي ربنا يوفقهم ندي رسالة طمأنينة لكل أولياء الأمور. في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء وذكرى تحرير سيناء، تم تسليم عقود التجمع التنموي في منطقة خشم القاد بواسطة سيناء على المنتفعين، وبلغت تكلفة إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة نحو 4,057,000,000 جنيه. وفي المرحلة الأولى تم تسليم عقود التجمع التنموي إلى 39 مواطنا، بينما سيتم تسليم باقي المواطنين بالتجمع 39 منزلا كمرحلة ثانية، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول. السيد رئيس الوزراء صدر من حوالي 4-5 شهور على إدخال الكهرباء للتجمعات، وراح جاي مطلع في نفس اليوم اللي صدر فيه 100,000,000 جنيه لصالح هذا الموضوع، وهيعقبهم 100,000,000 تاني. يعني التكلفة بتاعت الأبار حوالي 200 وحاجة، فطلع هو تصديق ب100 والتصديق التاني إن شاء الله هيطلع بس لما يخلص ال100,000,000 الأولانيين إن شاء الله هنحضرها وسينا إن شاء الله في قلوبنا إن شاء الله. قدمت في التجمعات التنموية لسينا والنهاردة مضيت العقد وقلت كل ملاحظاتي، وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه خير. وده طبعا مشروع دولة، يعني كل السبل متوفرة إن الواحد ينجح إن شاء الله بإذن الله. وبهذا نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. في حفل تاريخي مهيب الملك تشارلز الثالث يتوج ملكا لبريطانيا. محادثات مبدئية في جدة بين طرفي الأزمة السودانية لبحث وقف إطلاق النار وإقامة ممرات إنسانية. أوكرانيا تقول أنها أسقطت للمرة الأولى صاروخاً روسياً تفوق سرعته سرعة الصوت. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكراً لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.